باش يصير ردود فعل اللاعبين وردت فعل ياسين حاروش اللي وقف اللعب بعد التهجم عليه سبان كلام زايد وتحامل. خلينا نقولوا ياسين حاروش يتاثر، ياسين حاروش يبكي، حكم اللي نشوفه يمكن جانب اخر، جانب انساني للحكم، موش لومون نوار كما يقولوا الرجل بالاسود. حتى اللاعبين من بعد كانوا تدخلوا مع ياسين حاروش، طلبوا من الجمهور انه يوقف موجة الشتم اللي ريناها في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت. خالد حسني من بعد باش تاخذ تعليق من عندك، لانه